الشباب يفقد الامل حاجه مخطره يا اخي، باش نجيبوا شعب اخر. ما فهمتش انا. كانك الامهات هذوكم اللي تشويوا على وليداتهم كل ولبيب حاجة توجع القلب. شبيبنا الكل فقد الأمل، هو فقدان الأمل كل. الله يرحمهم الكل، اللي في الجرزيس واللي في تونس واللي في المهدية واللي في بنزر، والله يصبر أمهاتهم. وقلهم أنا واقفة هنا رو أنا مستقبلي ورايا، معناها مازلت نحارب على هالشباب هذا، مازلت واقفة من أجلهم. نقول لهم الله يصبركم، هو فقدان الوطن وفقدان الوطنية، فقدان الأمل وفقدان الهوية، هو اللي يخليه يرمي روحه في البحر، يرمي روحه للهاوية. هما رموا رويحهم لداعش مش ما يرميوش رويحهم في البحر، هما رامين رويحهم إلى المجهول، معناها والدولة في صمت، في صمت. يقتل رهيب، يقتل يقتل، أين الدولة؟ مدام ليلى شابي الممثلة المعروفة محبوبة الجماهير كما نقولوا اليوم في ذكرى أحياء معناها 59 لعيد الجلاء، مساندة لمدام عبير موسي ولا عندك سبب آخر؟ هو الحق الأسباب عدة، معناها تعيد تغلط تصل. بيان سور أنا كنت راهو مع 25 جويلية داكوردو، كنت مع 25 جويليا باش تتحسن الاوضاع، ماهوش باش الرئيس يعمل دستور يمرضنا بيه. داكوردو دستور داعشي، وكانت المقاطعه ومرضت. ما فهمتش علاش عمل دستور هكاك، شنو يقصد؟ شكون طلب منه باش يعمل دستور الساعه؟ سامحني، انت طلعت على الفصول الكل؟ طلعت عليهم فصلا فصلا، وسختو التوطئه. داكوردو اللي برا فيها فرنسا اللي هي كانت حماية، داكوردو الفصل خمسة اللي قال كتبوا هذاك اسمه أكلي عنده لحية هذاك، والله أنا ننسى الأسامي، قال هو كتبه. فهمت؟ معناها راهو احنا ضد الإرهاب وضد أي فكر ظلامي، وما فهمتش أنا كيفاش نجموا يقولوا نعم على شنية. اولا خسرنا فلوس في الانتخابات، واحنا بلاد يعلم بينا كان ربي، معناها ميزانيه ماهيش معموله، الاقتصاد طاح، ثقافه طاحت، التعليم 150 الف تلميذ ما رجعش يقرا، وين ماشيين؟ الغذاء ما عناش، الصحه انهارت. علاش قاعد سي قيس؟ كي ما تعرفش تحكم علاش قاعد؟ مرضت شويه لانتحرت من الدستور انا. بالحق ولا شويه لانتحر، اقسم بالله ورحمة الطم. علاش عملنا لك؟ اش عملنا لك باش توصلنا للوضعيه هذه؟ ولهذا تو نهبطوا باش نقولوا لا، يلزم الشعب الكل يهبط يقول لا. وشنيا هذايا اللي عملهولي البناء القاعدي؟ هذايا راهو مشروع مش متاع دوله، متاع جمعيات، متاع جمعيات، ماهوش متاع دوله. مشاريع الدوله هي أكبر من ذلك، هي اللي عمرها برقيبة يرحمه، اللي أنا حتى أنا كنت وقت كبرت كنت معارضة ليه، لكن عرفت قيمته. أنت قلت لي كنت من المساندين نتاعو في 25 جويلية، شنو اللي خليك تبدل رأيه أبار الدستور؟ بدل رأيك سامحني. بدل رأيي لأنه ما هو سياسي، ما عندوش أفكار، ما عندوش مشروع لتونس، عنده مشروع تدميري لتونس، عنده مشروع تدميري. لا أنتمي، الدستور حكي على كل شيء، حكي كونه هو سوف يكون الخليفة المستبد، وهذا اللي صار. سامحني، وحتى مشروعه السياسي مشروع فاشل، مشروع باش يطيحنا، مشروع رجعنا 1500 سنة لتالي. راهو شنو هذا؟ قسم التوانسة عروشية، كره، معناها قسمونا النهضة كي جاو، الهوية وما الهوية ودرا شنو، ما فهمتش أنا. ما أنا كنا توانسة من قبل، تو أنت باش تسألني على هويتي، باش تشككني أنا في وطنيتي،
لا، الوطن للجميع والله للجميع، الوطن للجميع، توانسة والله للجميع. شنو استنيتوا يعمل بعد 25 جويلية انت؟ انا استنيته باش يعمل اصلاحات، باش يحاسب، ما حاسب حد، باش ما حاسب حد، هو الحساب عند ربي، اما زاد فما حساب ليه في الدنيا، قال باش نحاسب واطلق الصواريخ، خطابه ياسر عدائي، ياسر هو قال باش نطلق الصواريخ يا اخي اطلقهم بوتين من غادي. شكون تمنيتو يحاسب ساعه باش على الاقل الشعب انا تمنيتو يحاسب اي انسان هو ظلم تونس، اي انسان حاول باش يبدلك اللي جابوا بغنم ولا بغنيم ولا واللي جابوك الدواعش هذوكم الكل يلزمهم يتحاسبوا، واللي سرق يلزمو يتحاسب، اقل حاجه اقل حاجه. من اين لك هذا؟ وشبابنا زاده اللي غروا بهم شال سوريا الملفات، كان ينجم يتصل، راهو يتصل بالدولة السورية، عندها جميع المعطيات. إل سوفي دو بوزي لا كيستيون، شكون قتل كولونيل بايوز وعلاش؟ يعيطوا لولده، أتو يعرفوا كل شيء. وشكرا. تعليقك على صاير تحية تونس، تعليقك على صاير في جرجيس. حاجة حاجة توجع القلب. شبابنا الكل فقد الأمل. هو فقدان الامل الكل، الله يرحمهم الكل اللي في الجرزيس واللي في تونس واللي في المهديه واللي في بنزرت، والله يصبر اماتهم. ونقول لهم انا واقفه هنا راهو انا مستقبلي ورايا، معناها مازلت نحارب على هالشباب هذا، مازلت واقفه من اجلهم. نقول لهم الله يصبركم. شكون اللي وصل الشباب للوضعيه هذه؟ بيان سور العشريه وقيس سعيد هو شارك السلطة، لأنك وقت الشباب يفقد الأمل حاجة مخترة يا أخي، باش نجيبوا شعب آخر؟ ما فهمتش أنا. مدام ليلى يا تونس اللي بكينك الأمهات هذوكم اللي تشويوا على وليداتهم كل ولبيت شفنا شباب يشوفوا في زملائهم اشلاء مخرجهم للبحر، ورغم ذلك يركب قارب الموت مصر. معناه انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا راهو يعطيك الصحه، هو فقدان الوطن وفقدان الوطنيه، فقدان الامل وفقدان الهويه، هو اللي يخليه يرمي روحه في البحر، يرمي روحه للهاوية. هما رموا رواحهم لداعش مش يرميوش رواحهم في البحر، هما رامين رواحهم إلى المجهول، معناها والدولة في صمت، في صمت. يقتل رهيب، يقتل يقتل. أين الدولة؟ أين الدولة؟ نورمالمون دقيقة بالله، نورمالمون كل جثة، كل جثة يلقاوها يلزم يعملوا لها الأديان نتاعها تونسي. مدام مدام حب الوطن فقدوه في العشرية، الانتماء لبلادنا فقدوه في العشرية، لأنه قسمنا، لأنه تقسمنا، وتو باش يكمل قسمنا قيس بالعروشيات وبالمجلس. تصور أنت باش معناها مجلس باش ينتخبوه 117 واحد، لا يقروا لا يحاسبوا لا يتكلموا. مليارات تتصرف بالحق، مليارات، واحنا بلاد باركة باركة، وباش يزيد يبركها. يا ريت ويعمل في قوانين يا بنتي، فما واحد هو يعمل امر باش ينحي مدير ويعمل مدير عام، رئيس راك رئيس يعمل انتخابات باش يزيد. شنو اللي يفرح الشعب التونسي من هنا لقدام؟ معناها اللي يفرح اللي يفرح اللي يفرح الشعب التونسي كونه انا نقول له قطعك الدستور اللي عملته، وقطع الدستور اللي عملته، ونمشيو لانتخابات رئاسية ونمشيو لانتخابات برلمانية، ونلقحوا في الدستور مثلا نتاع بالعيد
داكوردو ونعملوا نظام اللي هو بالحق فصل السلطة. خلي التلميذ يلقى وين يقرا، التلميذ حطمتوه مشى ما عادش عنده أمل، الناس اللي تقرا ما عادش عندها أمل. يا أخي سامحني، وقت اللي شكون اللي نجم يقري ولده بالفلوس؟ صح عليهم اللي يقريوا بالفلوس، لكن مش الشعب الكل. معناها حتى 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 الأمل فقدوه. يلزم التربية والتعليم تتحسن، يلزم الصحة تتحسن، يلزم الفلاحة زادة تتحسن. وينو الفلاح مسكين؟ الفلاح معذب، ها والفلاح بعدين، الفلاح معذب، الناس كل معذبين، المثقف معذب، الكلنا معذبين. ها وين فما شكون شاهد عليا هنا؟ أنا من 2011 ما طلبت حتى دعم من وزارة الثقافة، لأنه ما نحبش شكون يتوزع عليا. ما نحبش ننتمي لحد. أنا نكري صالتي ويجيني جمهوري. تثني الركبة. وكهو. علاش؟ خاطر أنا بالنسبة لا ولاء إلا للوطن.